خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الخامس لتكنولوجيا التعليم، أكدت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد مضي الوزارة في تنفيذ مشاريع التعليم الإلكتروني كالبوابة الإلكترونية، مؤكدة أن المعرض فرصة لتطوير البيئة التعليمية. من جانبه قال الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية الدكتور خالد الرشيد أن الوزارة سعت إلى تبني العديد من المشاريع التعليمية لتحديث البنية التحتية للمرافق التعليمية وتزويدها بأحدث التجهيزات التعليمية وإدخال تكنولوجيا التعليم المختلفة لخلق بيئة تعليمية تواكب التطورات التقنية الراهنة. ويركز المعرض على آخر المستجدات في استخدام تكنولوجيا التعليم، وتشارك في المعرض أكثر من 70 شركة، كما يشارك المعلمون والطلاب في الورش والندوات المصاحبة للمعرض. جداً سعيدين بافتتاح المعرض والمؤتمر الخامس لتكنولوجيا التعليم اللي الحقيقة بدأ من 4-5 سنوات، والآن هذا هو الخامس، اللي تركز حول آخر المستجدات في استخدام تكنولوجيا التعليم في المجال التربوي. الحقيقة شفنا أشياء جدا مبدعة مبتكرة للشركات المحلية الوطنية والعالمية اللي قاعدة تعمل سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي والوطني. لقد سعت وزارة التربية ومختلف مؤسسات التعليم العالي إلى تبني العديد من المشاريع التعليمية الرائدة في تحديث البنية التحتية للمرافق التعليمية وتزويدها بأحدث التجهيزات التعليمية وإدخال تكنولوجيا التعليم المختلفة لخلق بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها تقنيات فصول المستقبل الذكية والتعليم الإلكتروني بشكل عام.